بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وفي الأوام إلى دار دون أمين. كل سنة حضراتكم طيبين. ربنا عوضكم نهدى شوية ونركز، مش قدامنا وقت طويل ونخلص. نهدى شوية، ربنا عوضكم. مش هطول عليكم، ركزوا كده معايا شوية. فكرت أكلم حضراتكم في إيه؟ فأكلم حضراتكم عن شخصية في العهد القديم والدروس اللي نستفيدها من حياته. أكيد حضراتكم عارفين الشخصية اللي هكلمكم عنها، وهي شخصية لوط، واللي اتلقب في الكتاب المقدس بلوط البار. لوط البار. قصة لوط دي جت في سفر التكوين في 4 إصحاحات. إصحاح رقم 12 و13 و14 و19. مركزين معاه ولا سرحته؟ نركز شوية، ربنا عوضكم. تاني هنتكلم عن شخصية لوط اللي تلقب في الكتاب المقدس في العهد الجديد بلوط البار، واللي قصته جت في 4 إصحاحات في سفر التكوين، إصحاح 12 و13 و14 و19. وكل إصحاح بيحكي عن حادثة في حياته، وكل حادثة في حياته عايزين نتعلم منها درس. أول إصحاح هو تكوين 12، بيحكي لي عن خروج لوط مع أبونا إبراهيم من أرضه ومن عشيرته اللي كانت في منطقة اسمها بين النهرين، حتة اسمها أوري كلدانيين. إيه اللي حصل؟ أبونا دعا، الله دعا أبونا إبراهيم عشان يترك أهله وعشيرته ويروح للأرض اللي هيوريها له. لما أبونا إبراهيم خرج من وسط أهله وعشيرته، خرج معاه 3 أشخاص. خرج معاه زوجته سراي، وخرج معاه أبوه تارح، وخرج معاه ابن أخوه اللي هو مين؟ لوط. لوط ابن أخو إبراهيم. لوط كان ليه شكل أبونا إبراهيم بالظبط. الاتنين شكلهم خارجين من أجل الله. الاتنين تركوا شعبهم، تركوا بيت أبيهم، وتركوا أهاليهم، وخرجوا من أجل دعوة الله. الشكل كان واحد لكن القلب كان مختلف. وأول درس عايزين نتعلمه من إصحاح رقم 12 اللي بيكلمني عن خروج لوط مع أبونا إبراهيم اسمه كده، لوط والعبادة الشكلية. اسمه ايه اول درس؟ اسمه لوط والعبادة الشكلية. زي ما قلت لحضراتكم، لوط كان من بره شكله زي شكل ابونا ابراهيم بالظبط. الاتنين خارجين من اجل الله، لكن لما تيجي تفحص وتركز وتدخل جوه القلب تلاقي الوضع مختلف. لوط ما كانش له نفس قلب ابراهيم، كان ليه شكل بس. عشان كده اول ما هيحصل خلاف الإصحاح اللي بعد كده، صح 13، بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم، هنكتشف قلب أبونا لوط اللي كان مختلف عن قلب أبونا مين؟ قلب أبونا إبراهيم. لوط كان وقع في حاجة اسمها العبادة الشكلية. العبادة الشكلية دي حذرنا منها الكتاب المقدس كتير قوي. سيد المسيح يقول كده في سفر أشعياء: هذا الشعب يقترب إلي بفمه ويكرمني بشفتيه، ولكن قلبه مبتعد عني، أبعد قلبه عني. وقال بولس الرسول في رسالته لتلميذه تيموثاوس، قال على الناس اللي هم العبادة الشكلية: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرين قوتها. في فرق بين الصورة والأصل. أبونا لوط كان له شكل أبونا إبراهيم لكن ما كانش لنفس الجوهر. بص حضراتكم، أنهي أقيم؟ صورة 200 جنيه، أجيب لك ورقة بمتين جنيه وصورها في مكان التصوير، ولا 5 جنيه صحيحة؟ أنهي اللي قيمتها أعلى؟ طبعا صورة 200 جنيه، الصورة ملهاش قيمة، ما تتصرفش، ما تجيبش شيء. 5 جنيه الأصلية هي أفضل من 200 جنيه 1000 مرة. خلي بالكم من العبادة الشكلية، عشان دي على فكرة منتشرة شوية لمن دول. إن يبقى ليا شكل الكنيسة، اديني باجي الكنيسه، واديني بحضر النهضات، واديني بحضر عشيات، وحافظ بعض المرضات،
وبشارك بعض المشاركة. لكن لما تيجي تفتش في القلب وتفحص في القلب تلاقيه بعيد تماما عن العلاقة مع الله. في القلب مشغول بمحبة العالم ومشغول بمقتنيات العالم، مشغول باللي في العالم مش مشغول مع ربنا. ومن حيث موضوع القلب ده ربنا مركز عليه قوي، هو ده الحاجة الوحيدة اللي ربنا طلبها مننا. قال يا بني اعطيني ايه؟ اعطيني قلبك، اديني القلب. على فكرة اصحاب التدين الشكلي اللي واقعين في التدين الشكلي دول ممكن يخدعوا الناس لكن ما يقدروش يخدعوا ربنا ابدا، لان الله فاحص القلوب ومختبر الكلى. على فكرة لما بيجي يبص لينا الله، لما يجي ينظر الينا ويقيم كل واحد فينا يقيمه حسب ايه؟ حسب قلبه. لما بعت الله صموئيل عشان يختار واحد من اولاد يسى يكون ملك على مملكة اسرائيل بدلا عن شاول، صموئيل قال لليسى، فابتدى يسى يقدم ولاده الكبار وكل واحد يترفض، 7 اولاد. بعدين قال له ما عندكش، ألم يبقى لك اولاد ايضا؟ قال له فاضل داود بس بيرعى الغنمات في البرية. فصموئيل مش فاهم، قال له يا رب مش فاهم، انت رفضت الناس اللي منظرهم حلو. فربنا قال له ايه؟ انت تنظر الى الوجه، اما انا فانظر الى الايه؟ انظر الى القلب. اخر كلمة اقولها لكم في النقطة الاولى دي، لوط والتدين الشكلي. التدين الشكلي ده خطر علي روحيا، خطر علي روحيا. ليه؟ انه بيخدر ضمير الانسان، بيحسسك انك بترضي ربنا، بيحسسك انك مقبول من الله، وربما تكون الحقيقة انت غير مقبول وانت بعيد جدا عن الله. خلي بالك بالتدين الشكلي، خلي علاقتك مع الله على مستوى القلب ومن اعماق القلب. اوعى يكون شكلك الخارجي بس مع ربنا وقلبك مبتعد عن الله بعيدا. ده اول درس من حياة لوط، صح؟ 12، لوط والعبادة الشكلية. تاني درس إصحاح 13، بيحكي لنا إيه إصحاح 13؟ بيحكي لنا عن المخاصمة، الخلاف اللي حصل بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط. اللي حصل إن حصل مجاعة في أرض إسرائيل، فتغرب أبونا إبراهيم في مصر عند فرعون ملك مصر، ولما جم خارجين فرعون أعطاهم أملاك كثيرة، غنم وبقر، دم غنى كتير. فرجع لوط وابونا إبراهيم من أرض مصر أغنية. حضراتكم مركزين معاه ولا سرحتوا؟ رجعوا أغنية. لما رجع كل واحد معاه عدد كبير من الأغنام والمواشي والبقر والجاموس، عدد كبير قوي. العشب في أرض الموعد ما كفاش، فابتدى يحصل خلافات بين الرعاة اللي بيشتغلوا عند أبونا إبراهيم وبين الرعاة اللي بيشتغلوا عند لوط. وبعدين أبونا إبراهيم استدعى لوط وقال له الآتي، قال له لا يكون خلاف بيني وبينك وبين رعاتك ورعاتي، اختار، اختار أي حتة تعجبك في الأرض، وإن صرت أنت يمينا أنا أصير يسارا. نبعد عن بعض شوي. ده الخطأ الثاني اللي وقع في لوط، اسمه كده لوط والقرارات الكارثية. الخطأ الأول كان اسمه إيه؟ لوط والعبادة الشكلية. حفظنا ده، لوط والعبادة الشكلية. الخطأ الثاني في صح 13، سفر التكوين صح 13، اسمه لوط والقرارات الكارثية. أبونا إبراهيم من اتضاعه، هو كان الرجل الكبير، هو العم، هو الكبير، كان ممكن يختار مكان في الأرض ويقول له لوط أنا أخد المكان ده، لكن أبونا إبراهيم ساب أمر الاختيار للوط، قال له اختار أنت اللي يعجبك. وعلى فكرة الإصحاح ده حطينا مبدأ مهم قوي قوي، لما يكون في اختيار بين شخصين، سامعين معايا كويس؟ الكبير يقسم والصغير يختار. أبونا إبراهيم علمنا المبدأ ده، الكبير يقسم والصغير يعمل ايه؟ هو اللي يبدأ يختار. عشان كده وساب لوط يختار. لما ابونا ابراهيم قال للوط اختار، نبتعد عن بعض يعني، كان المفروض لوط يرفض رفض تام، لان ابراهيم كان بيمثل الكاهن، يمثل العبادة،
هو اللي بيبني المذبح وهو اللي بيقدم الذبيحة. كان المفروض لوط يرفض، لكن لوط ما رفضش، وده أول قرار كارثي خده، إن هو يبعد عن أبونا إبراهيم. لوط في حياته مع أبونا إبراهيم شاف حاجات روحية كتير قوي، وإبراهيم كان كتير يحكي لهم عن أحاديث الله معه، ولوط شاف إزاي الله أنقذ سارة زوجة لوط من فرعون ملك مصر. زي ما قلت لحضراتكم، كان المفروض لوط يرفض إنه يسيب أبونا إبراهيم، لأنه معنى إن يسيب أبونا إبراهيم يعني هيبتعد عن عبادة الله. بص حضراتكم، الإنسان الناصح في سفر رعوس، نعمة حمات رعوس كانت بتمثل لرعوس برضو العلاقة مع الله، دي اللي بتمثل العلاقة مع الله. لما أولاد نعمة الاتنين ماتوا، استدعت الزوجتين، واحدة اسمها عرفة والتانية اسمها رعوس، قلت لهم خلاص كل واحدة ترجع لبيت أبوها، بقى أنا ما عنديش ولاد، الولاد ماتوا، أنا هرجع تاني لأهلي وعشيرتي. الاتنين عيطوا عشان هيفرقوا حماته، الاتنين عيطوا، لكن عرفة عيطت شوية وعملت ايه؟ مشيت، رجعت لأهلها. لكن بصوا بقى رعوس قالت لها ايه؟ قالت لها لا تلحي علي أن أتركك، ما تلحيش علي أن أنا أسيبك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. كان المفروض لوط قال الجملة دي لأبونا إبراهيم، يقول له ما أقدرش أسيبك، لأن معنى أن رعوس يسيب نعمة أو لوط يسيب أبونا إبراهيم يعني بيبتعد عن عبادة الله. هي رعوس كانت ماسكة في نعمة ليه؟ هي دي اللي عرفتها طريق ربنا. أنا ساعات باخد قرار كارثي غلط زي كده، يحصل لي أي مشكلة أو موقف في حياتي، أنا آسف يعني، أخد موقف من ربنا وابتعد عنه، وابتعد عن الكنيسة، وابتعد عن خدام الله. مش عايز أقول لحضراتكم، ده أهم هدف للشيطان، يبعدني بعيد عن بيت ربنا، وبعيد عن رجال الله، وبعيد عن الجو الروحي، عشان يبقى سهل انه يضربني وسهل انه يوقعني. الكتاب بيقول بوضوح ان اثنين خير من واحد، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. خليك دايما قريب من الجو الروحي، قريب من الكنيسة، قريب من اب اعترافك، قريب من الخدمة، قريب من العشيات والنهضات والاجتماعات، اوعى تبعد، ده يبقى قرار كارثي. وده اللي عمله لوط، القرارات الكارثية. وبعدين طلع لوط في الأرض فوق حتة عالية، وفكر يختار أرض يروح فيها، لقى حتة أرض مليانة عشب أخضر اسمها سدوم وعمورة، اختار أن يروح يسكن في سدوم وعمورة، وغمض عينه، تغاضى عن أن أهلها أشرار جدا أمام الله. تخيلوا حضراتكم، لوط يختار ان يسيب ابونا ابراهيم رجل الايمان والمذبح والذبيحه، الرجل العظيم في الايمان ده، ويروح يسكن في وسط ناس اشرار، ده قرار كارثي. هو قال لك ايه؟ هناك البيزنس هيزيد، الخير هيزيد، التجاره هتزيد، وهلاقي غنم كتير، وهلاقي عشب كتير، والمواشي تتكاثر وبيع وازداد غنى. للأسف هو حسبها ماديا فقط، ما حسبهاش روحيا، خد قرار كارثي غلط، دي كانت كارثة. عمل ايه ابونا لوط؟ حب يخدر ضميره، قال لك احط خيمتي قريبة من سدوم وعمور. بعدين بعد شوية راح سحب الخيمة، دخل جوه سدوم وعمور، وبعد شوية ابتدى يخطب لبناته من سدوم وعمورة، يصاهر يناسب أهل سدوم وعمورة، وانغرس معهم في التجارة والبيزنس. نسي أبونا لوط حاجة مهمة قوي، أنه لا شركة للظلمة مع النور، ولا اتفاق للمسيح مع بلعال، ما ينفعوش الاتنين دول مع بعض. هو اختار المكاسب المالية، مكاسب العالمية، وتنازل عن مبادئ روحية هامة جدا. على فكرة الجو المحيط بيا، العشرة اللي أنا عايش في وسطها، الأشخاص اللي بتعامل معاهم، أصحابي اللي بتعامل معاهم، وأقاربي وجيراني القريبين مني، بيأثروا جدا في تشكيل حياتي الروحية.
بولس الرسول قال لنا مبدأ بمنتهى الوضوح، لا تضلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. هو حد يضحك عليك، خليك واضح مع نفسك. واحد قال قل لي من هم أصدقائك وأنا أقول لك من أنت، قل لي من صحابك عشان أكيد هتبقى إيه، هتبقى شكلهم، هتتشكل بشكلهم. للأسف في إصحاح 13 لوط خد قرارين مصريين في منتهى الخطورة، قرر أن يفارق أبونا إبراهيم وقرر أن يسكن في مدينة سدوم وعمورة. في خطأ مهم قوي في القرار المصيري اللي خده لوط ده، لم يستشير الله، ما رجعش ربنا، ما لهوش يا رب ايه رأيك، ابويا ابونا ابراهيم بيقول لي نفترق عن بعض انفذ الكلام ده، ما قالش ربنا ايه رأيك اروح اسكن في سدوم عمورة ولا لا، تصرف من دماغه. كتاب بيقول لي توجد طريق تبدو للانسان مستقيمة لكن عاقبتها ايه، عاقبتها موت. للأسف لوط اخطأ وسلك في هذا الطريق، قبل ان يسكن في وسط مدينتي سدوم وعمورة وهو يعلم ان اهلها ناس اشرار جدا. تاني اصحاح 12 من سفر التكوين بيكلمنا عن ايه، خروج لوط، وقلنا الدرس المستفاد ايه، لوط والعبادة الشكلية. تكوين 13 بيكلمنا عن الايه، الخصومة اللي حصلت بين رعاة ابونا ابراهيم ورعاة لوط، والدرس اللي نتعلمه ايه، لوط والقرارات المصيرية. تكوين 14 بيكلمني عن ايه، تكوين 14 بيكلمني بعد ما لوط سكن في سدوم وعمورة حصلت حرب، في اربع ملوك تحالفوا مع بعض ضد خمس ملوك من ضمنهم ملك سدوم. ملك سدوم اتحالف مع اربع ملوك تانيين، بقوا خمسة ضد اربع ملوك، وقامت حرب عنيفة جدا بين اربع ملوك ضد خمس ملوك. ده التكوين 14، يسموها كده حرب كدر العمر عشان ده كان أشهر ملك فيهم، أشهر ملك في الأربعة، وانتصر كدر العمر ده بالأربع ملوك ضد الخمس ملوك، وأخذ سبي لوط، أخذ لوط وأسرته وكل ما يملك معاه. ده اللي حصل في تكوين إيه، تكوين 14. وبعدين راح واحد جرى على ابونا ابراهيم قال له بلغه ابن اخوك لوط اتسبى، اتاخد عبد من سدوم وعموره هو واسرته واملاكه. ابراهيم نقى من الولاد اللي عنده، نقى 318 رجل وانقضوا، نزلوا على الاربع ملوك دول، والعجيب ان ابونا ابراهيم انتصر. خلوا حضراتكم، ابونا ابراهيم انتصر ب 318 رجل على اربع ملوك بجيوشهم. الاربع ملوك دول تمكنوا ان يهزموا خمس ملوك، ابونا ابراهيم انتصر عليهم. وبعدين استرد لوط واسرته ممتلكاته. ايه الدرس اللي اتعلمه صح 14؟ اسمه كده لوط والافتقادات الالهيه. ده كان افتقاد من ربنا، ربنا بيفتقده. تخيلوا بصوا كده حضراتكم، المفروض لوط بعد ما ابونا ابراهيم رجعه من السبي مره تانية كان لازم ياخد قرار ان يروح يعيش مع ابونا ابراهيم، لكن للاسف رجع من السبي على فين، على سدوم وعموره. للاسف القلب اتعلق بالممتلكات الارضيه العالميه، القلب اتعلق بالارض، ولما القلب يتعلق بالأرض واللي عليها الإنسان يصاب بحاجة اسمها الغباوة الروحية، ما عرفش يميز، ما عندوش مخ. يعني لولا أبونا إبراهيم اللي هو عم لوط، كان لوط زمانه في السبي ما عرفش كان حصل له إيه. على فكرة الله افتقد لوط مرات كتيرة قوي، بس لوط ما كانش بيستفيد، ضيع افتقاد ورا افتقاد. بص عايز اقول لحضراتكم مبدا احفظوه كويس قوي، يقول ايه المبدا ده، مفيش حاجه بتحصل في حياتنا صدفه، ما عندناش حاجه اسمها صدفه، كل حاجه بتحصل في حياتنا حسب تدبير واراده الله. يعني لما ابونا لوط خرج مع ابونا ابراهيم من بلده من اور الكلدانيين، ده كان تدبير ربنا. وبعدين لما حصل مجاعة في أرض إسرائيل
ونزل ابونا ابراهيم وبرضه مع لوط اتغربوا في ارض مصر، كان تدبير ربنا. وبعدين لما ابراهيم خاف وقال عن ساره اخته وضمها فرعون وربنا انقذها، لوط شاف ده بعينه، شاف عمل الله مع ابراهيم، ده برضه كان بتدبير من ربنا. حتى الدرس القاسي الصعب اللي ربنا سمح بيه لوط ان هو يتاخد عبد هو واسرته وكل ممتلكاته. يمكن تلاقي ناس كتير قوي ما بتفوقش من الدروس السهلة والبسيطة. يا ربنا يديني افتقادات ودروس سهلة ما تأثرش معايا، لكن المرة دي الدرس كان عنيف، لكن للأسف لوط ما استفادش منه برضه. رجع بعد السبي، بعد عودته من السبي رجع تاني للحياة مرة أخرى في وسط مدينتي سدوم وعمورة. يقول لي احنا في اليوم الاخير لما نقف قدام ربنا كل واحد فينا بقه هيتقفل، يستد كل فم امام الله. ليه يا رب هيستد كل فم امامك؟ عشان ربنا هيقول لي بص انا اديتك كل الفرص للخلاص، اديتك كل النعم اللازمه للخلاص، افتقدتك قد كده وعملت من اجلك اعمال كتيره. يقول كده في العهد القديم الله لشعب بني اسرائيل، لأنه ماذا يصنع لكرمي، ماذا يفعل لكرمي وأنا لم إيه لم أفعله. آسف أقول لحضراتكم لما هنقف قدام ربنا في اليوم الأخير مش هتنفع نقول حجج، مش هلاقي حجج، مش هلاقي حاجة تبررني، مش هتلاقي حاجة أقولها عوض عن أحيا مع الله. تمعشتش معايا ليه؟ ما قدمتش لي أثمار روحية حلوة ليه؟ فين ثمر حياتك؟ ضيعت افتقادات الله ليك واحد تلو الآخر، خسارة، ضيعت الافتقادات. إصحاح 12 من سفر التكوين بيكلمنا عن خروج لوط، عاوز يقول لي خلي بالك لوط والعبادة الشكلية. تكوين 13 بيكلمني عن الخصومة اللي حصلت بين رعاة إبراهيم ولوط، والدرس اللي نتعلمه لوط والقرارات الكارثية، خلي بالك من القرارات الكارثية في حياتك. الدرس الثالث من تكوين 14 وهو سبي لوط عشان يعلمني الله والافتقادات الإلهية، لوط والافتقادات الإلهية. آخر إصحاح في قصة لوط وهو تكوين 19 حرق سدوم وعمور، صح صعب قوي. دي كانت النهاية. الكتاب قال إن أهل سدوم وعمورة كانوا أشرار جدا أمام الله، كانوا أشرار جدا أمام الله. وبعدين وصل بقى نهاية شرهم وجينا الوقت الحساب، والله أرسل ملكين عشان يعجلوا بخروج لوط وأسرته من سدوم وعمورة. تخيلوا حضراتكم ملكين هيخرجوا أربع أفراد، يعني كل ملاك يمسك اتنين كل واحد في إيد، يعني ملاك يمسك ابنتي لوط كل بنت في ايد، وملاك يمسك لوط وزوجته كل واحد في ايد برضه. صح ده عاوز يعلمني ايه؟ صح 19 بتاع حريق سدوم وعموره، هلاك سدوم وعموره، عاوز يقول لي لوط والتأثير والفاعليه. خلي بالك معايا من الدرس ده، ايه التأثير والفاعليه ده؟ كل واحد فينا ربنا حطه في العالم ليه دور، ليه رسالة، ليه عمل. مفيش حد أبدا بيجي على الأرض عشان يقضي فترة حياة من غير هدف. ربنا حاططنا عشان نحقق أهداف على الأرض، يكون لنا تأثير ويكون لنا فاعلية هنا على الأرض. للأسف لوط بسبب تعلق قلبه بالعالم وجريه ولا مقتنيات العالم فقط كل تأثيره تماما. لما الملكين قالوا لوط شوف مين هيخرج معاك من سدوم وعمورة، ابتدى يكلم أصهاره اللي هيناسبوه. كتاب يقول لي جملة وحشة خالص، فصار كمازحا في عين أصهاره، فكروا بيضحك بيهزي. لما قال لهم ربنا مزمع أن يمطر نار وكبريت على المدينة فكروا بيضحك، اللي انت بتقوله ده فقد اتزانه، ده مش مظبوط. فقد لوط تأثيره على أهل سدوم وعمورة، مش كده وبس، فقد لوط تأثيره على زوجته. لوط اللي الكتاب قال عنه ان هو بار،
اللي عمه ابونا ابراهيم ابو الايمان واللي شاف اعمال روحيه وامور روحيه عظيمه جدا لله، ما قدرش ياثر في زوجته، ما قدرش يقودها الى الايمان بالله، ما قدرش يخلي محبه سدوم وعموره تخرج من قلبها، كانت متعلقه بسدوم وعموره. للاسف امرأة لوط وهي في يد الملاك ما نفذتش الوصية ونظرت إلى الإيه؟ نظرت إلى الخلف وتحولت إلى عمود ملح. بصوا في تكوين 19 ده، خسر إيه لوط بسبب عدم تأثيره وفعاليته؟ خسر كل ممتلكاته، شقى العمر كله، تعب العمر اللي من أجله ترك الحياة مع أبونا إبراهيم وترك الحياة في سدوم وعمورة جنب المذبح والذبيح، خسره كله اتحرق. وايه كمان؟ خسر زوجته. وايه كمان؟ ربنا قال له اهرب من سدوم وعمورة واطلع عيش في الجبل. قال له انا مش هقدر اطلع الجبل، هروح مدينة صغيرة عند سفح الجبل كده اسمها صوغر. خد بنتينه وراح صوغر، وبنتينه افتكروا ان البشرية قد انتهت زي الطوفان كده، مفيش حد موجود غير لوط والبنتين. قالوا احنا عايزين نجيب نسل، عايزين نجيب ولاد، مفيش رجاله غير ابونا. اتفقوا البنتين مع بعض يشربوا ابوهم خمره يذكروه، واول ليله تدخل عليه الكبيره فتحبل تخلف ولد، تجيب عيل يعني، والليله الثانيه يكرروا نفس السيناريو يذكروه وتدخل عليه الصغرى وتحمل. ايه الدرس ده؟ فقط تأثيره وفعاليته. بص حضراتكم، وان كان الهدف اللي من اجله فعل بنتي لوط هذا الامر لكنه تصرف غلط برضه. الهدف كويس، عايزين يجيبوا نسل، انا اسف، ما كانش هدف فيه شهوات او رغبات جسديه، ما ده كانش الهدف. هم فكروا ان النسل البشري قد انقرض وعايزين يجيبوا نسل. بص خلي بالك طريقة ربنا ايه. ربنا يقول لي ايه؟ مش كفاية ان يكون هدفك مقدس. هقولها تاني، مش كفاية ان يكون هدفك مقدس، لابد ان يكون الهدف مقدس. وايه كمان؟ والوسيلة ايضا مقدسة. هما وقعوا في الخطأ ده، كان ليهم الهدف المقدس يجيبوا نسل، لكن ما كانش ليهم الوسيلة المقدسة. ربنا ما كانش هيغلب لو كانوا زي ما هم فاكرين البشرية قد انقرضت. الله كان يعرف يوجد نسل بأي طريقة. الكتاب بيقول يستطيع أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. ربنا كان يقدر يجيب أولاد نسل بأي طريقة بأي طريقة، لكن هم اختاروا طريقة غلط. للأسف لوط فقد التأثير الروحي على ابنته. بصوا خلي بال حضراتكم، صح 19 بيقول لي ايه؟ خلي بالك، عايزك تصدق ربنا، صدق ربنا، ما تصدقش الشيطان اللي قال عنه كذاب وابو كل كذاب. ربنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي كده، الكتاب بيقول كده بطرس الرسول، ألست تعلم يا اخي ان العالم وكل ما فيه سيحرق بنار؟ انت مصدق دي؟ مصدق العالم اللي احنا عايشين عليه دي، الارض اللي احنا عايشين عليها واللي احنا واجعين قلبنا واللي واخدة كل مجهودنا واللي واخدة كل طاقاتنا، انت مصدق انها تتحرق؟ انها مش هتدوم؟ مصدق ان احنا من لحظة واخرى ممكن نترك هذا العالم؟ مصدق ربنا في الكلام ده؟ عايش الكلام ده بجد؟ الله اتقال عنه في سفر الرؤيا المسيح، اتقال عنه لقبين جمال قوي، الصادق الامين. صادق الايه؟ الامين. صدق الكلام ده. للأسف احنا بنصدق كذب الشيطان اللي بيقول لي ايه؟ لسه بدري، لسه قدامك فرصة، لسه العمر طويل، لسه قدامك أيام وشهور وسنين. ده كذب من الشيطان، ده كذب. كل يوم بنسمع أخبار انتقال ناس وفي أعمار مختلفة. اوعى تصدق الكذاب وتثق في الكذاب، وما تصدقش السادي اللي هو المسيح. لوط مشي ورا محبته للعالم، خسر كل شيء، خسر الممتلكات الأرضية، خسر زوجته، خسر هيبته واحترامه أمام بناته اللي أذكروه وسقطوا معه في الخطية، خسر كل شيء.
لأنه هو حب يربح العالم، لكن للأسف خسر العالم وخسر كمان أمور كتيرة معاه. قصة لوط بتعلمنا أربع دروس جت في أربع إصحاحات في سفر التكوين. كل درس بيعلم، كل إصحاح بيعلمنا درس. تكوين 12 و13 و14 و19. درس الأول من تكوين 12 هو خروج لوط مع أبونا إبراهيم. خلي بالك من العبادة الشكلية، الله يريد قلبي، يريد محبتي، يريد مشاعري وأحاسيسي، مش شوية عبادات ظاهرية. إصحاح 13 هو المخاصمة بين رعاة إبراهيم ولوط. خلي بالك من قراراتك المصيرية، عشان لوط خد قرارين مصيريان كارثيان، خد قرارات كارثية. قرر أن يسيب أبونا إبراهيم، وقرر أن يسكن في سدوم وعمورة رغم علمه أن أهلها أشرار جدا أمام الله. تكوين 14 سبي لوط، ده درس مهم قوي. الافتقادات الإلهية، ربنا زي ما بيقول لنا كده، ها أنا زي واقف على الباب أقرع، على باب قلب كل واحد فينا وعلى باب بيت كل واحد فينا، قريب جدا مننا بيفتقدني. أنا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي أدخل أتعشى معه وهو معي. صوت ربنا بيبدأ هادي، افتقادات الهادية، ويفضل ربنا يعلف صوته والافتقادات تزداد عنف زي ما حصل مع لوط، لغاية لما اتسبى ورجعه ابن سبي أبونا إبراهيم، لكن ما استفادش ورجع عاش تاني في سدوم وعمورة. صح الأخير صح 19، وهو هلاك سدوم وعمورة اسمها لوط والتأثير والفاعلية. ضاعت رسالة لوط، لا قدر يقدم ربنا لأهل سدوم وعمورة اللي صار كمازحا في أعينهم، ولا قدر يقدم الله لزوجته اللي اتعلقت بأمور سدوم وعمورة ونظرت إلى الخلف فتحولت إلى عمود ملح، ولا قدر يقدم الله القدوس إلى ابنتيه فأسكروه وسقطوا معه في الخطية. الله يعطينا نتعلم من هذه الشخصية اللي اتقال عنه لوط البار. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.